الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في هذه المتابعه الحيه عبر اكسترا نيوز. والحقيقه يعني دايما متابعين لاخر التطورات. ولو هنتكلم كمان عن العدوان التركي على الاراضي السوريه واللي بدا قبل حوالي 10 ايام من الان، وتم توقيع اتفاق مع الجانب الامريكي بمقتضاه رضخت تركيا لاوامر الدوله الامريكيه والاداره الامريكيه عندما طلبتها بوقف العدوان على الاراضي السورية، بعد إعلانهم إعلان الجانب الأمريكي أنه الحقيقة في مذابح كانت لتحدث وتقضي على ملايين من المواطنين السوريين، أكراد منهم ومن قوميات أخرى. بعد هذا التطور الحقيقة المفترض أنه يكون في وقف لإطلاق النار، لكن هذا لم يحدث، وحتى اليوم بيتم إثبات ويعني إقرار خروقات كثيرة جدا من جانب العدوان أو من جانب القوات التركية والقوات السورية الموالية لها، وفي عدد كبير من القتلى والمصابين، وصلوا تقريبا لثلاث قتلى وسبع مصابين منذ إعلان وقف إطلاق النار، اللي هو طبعا الإدارة أو القوات التركية لم تتقيد به، يعني شأنها شأن أي التزام آخر تركيا لا تعتد به. لكن الحقيقة أنه في أمر كمان يعني يبدو أنه العالم يغمض عينيه عنه ولا يعطيه حق قدره، وهو استهداف القوات التركية السجون اللي متواجد فيها أخطر عناصر لتنظيم داعش الإرهابي في هذه السجون، واللي وضعهم في هذه السجون هي القوات اللي دلوقتي بتحاربها تركيا، وهي قوات سوريا الديمقراطية اللي يعني من قوامها العدد الأكبر فيها هي وحدات حماية الشعب الكردية، العدد الأكبر منهم من الأكراد. هم نجحوا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق إن هم يأسروا عدد كبير جدا من الدواعش ويضعوهم في هذه السجون، وفي غمرة انشغال العالم بمسألة دخول القوات التركية وتوجيه ضربات إلى تل أبيض ورأس العين ومناطق مختلفة، نجد إنه بيتم توجيه الضربات واستهداف هذه السجون لكي يتم عمل شقوق وشروخ فيها فيهرب عناصر التنظيم الإرهابي. اللي بيسعى من وراءه أو من وراء هذا الموقف أردوغان، وكيف سيكون مصير التنظيم بعد تحريره مرة أخرى وإعادة الحياة إليه؟ خلونا نعرف الإجابة على هذه الأسئلة من خلال ضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب الصحفي أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ خلينا قبل ما نبدأ الحوار استاذن حضرتك والسادة المشاهدين، خلينا نتابع تقرير عن الهروب الكبير لمسجوني تنظيم داعش الإرهابي في سجون شمال سوريا. أثار العدوان التركي على شمال شرق سوريا مخاوف بشأن مصير حوالي 12 ألف مقاتل في تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية قصد. وعلى الرغم من أن هذه المخاوف كانت قد أثيرت قبل العملية، فإن إقدام القوات التركية على قصف هذه السجون تسبب في هروب مقاتلي داعش تنفيذا لمخطط أردوغان الذي يهدف لهروب أعضاء التنظيم ليصبح مقاتل داعش ورقة في يده لتنفيذ مخططه العدواني لهد استقرار الدول وتهديد الأمن المحلي والدولي. ومع الهروب الكبير أصبح التنظيم بصدد الإعداد على الأرجح لعمليات أكثر تنظيما وتنسيقا لإطلاق سراح جميع عناصر المعتقلين بمساعدة الأتراك، خاصة وأن المئات من سجناء داعش محتجزون في سجون مؤقتة بالقرب من الحدود التركية، وتقع غالبية السجون في مدارس أو مباني حكومية محلية خلف ما يسمى بالمنطقة الآمنة التي تسعى تركيا إقامتها على طول حوالي 500 كيلومتر على الجانب السوري من الحدود. ومع عملية الهروب الكبيرة التي ارتكبتها قوات نظام أردوغان لأعضاء تنظيم داعش من السجون في شمال سوريا، أثيرت العديد من التساؤلات حول عودة أحلام قيادات وأعضاء التنظيم للعودة إلى ليبيا والعراق لتهديد أمنهم القومي، وهل ستكون تهديدات أردوغان لأوروبا وضغطه بورقة اللاجئين بمثابة إعادة داعش للقارة العجوز بمساندة من النظام التركي؟ وكيف سيبدأ أردوغان محاولاته لتجميع سجناء داعش الفارين للعودة مرة أخرى ليصبحوا قنابل موقوتة في العديد من الدول التي سعى دوما أردوغان لضرب استقرارها؟
أستاذ جميل، إيه اللي بيسعى إردوغان من وراء هذه الخطوة إن هو يقوم بقصف المواقع اللي فيها سجون اللي بتحوي أخطر عناصر من داعش، واللي يقال إن هو عددهم تقريبا 12 ألف داعشي موجودين في هذه السجون، وإعطائهم الفرصة للخروج مرة أخرى؟ هو من بداية وجود تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي العراقية والسورية بعد 2013، يعني تنظيم داعش الإرهابي بدأ في الظهور بعد أو في عام 2013. إحنا لو شفنا خلال الفترة دي كلها هنجد تعاون كبير جدا بين تركيا وبين تنظيم داعش، خاصة لما كانوا مسيطرين على الأماكن اللي كان فيها أبار بترول، كانت تركيا بتشتري منهم البترول، وكانت بتمدهم مقابل ده بالأموال وبالسلاح أيضا وبالعتاد. الهدف الأول لأردوغان كان أن دول يبقوا موجودين في تلك الأماكن لتنفيذ مخططاته وضربه لاستقرار الدول ومحاولة السيطرة على الوضع هناك من خلال تنظيم داعش الإرهابي، وعلى الجانب الآخر هو بيستفيد منهم من خلال شرائه للبترول العراقي والسوري. لو شفنا في الوقت الحالي طبعا هو في خطوات كبيرة اتخذتها قوات سوريا الديمقراطية قصد، وبالتعاون مع القوات الأمريكية في الشمال الشرقي السوري، وقدروا ان هم بالفعل يقضوا على نسبة كبيرة من تنظيم داعش الإرهابي وألقوهم في السجون، وفي منهم اللي تم قتله. من أهداف دخول أيضا أردوغان إلى الأراضي السورية والاستفادة وتحرير تنظيم داعش الإرهابي للاستفادة منه في أماكن أخرى لإعادة انتشاره مرة أخرى لتنفيذ سياساته اللي هو وضعها، تهديد الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط كلها. يعني أردوغان تعمد أنه بالطبع في يعني في خضم هذه الضربة، يعني ده لم يكن عشوائيا يعني. لا هو مش عشوائية، هو أصلا تنظيم داعش الإرهابي اللي متواجد هناك على الأرض هو خليط من جنسيات مختلفة تصل إلى مثلا أكثر من 83 جنسية، في منهم من الأوروبيين، في من شمال أفريقيا، في من أفريقيا آسيا، ومن آسيا طبعا. فهو هم دول حاططهم وموجودين هناك في السجون، هو الهدف الأول والأخير إخراجهم من السجون. إحنا شفنا تهديداته اللي قبل كده لما قال إن العناصر التنظيم داعش الإرهابي هتخرج من العراق وسوريا وهنوديهم إلى سيناء، هو قالها وصرح بيه أكتر من مرة، وهو طبعا بيدعم تنظيم داعش الإرهابي اللي متواجد في ليبيا في الوقت الحالي. أيضا في معسكرات لتنظيم داعش لإعادة تأهيلهم مرة أخرى تمت أو أقيمت هذه المعسكرات في الصومال، معروف دلوقتي أن الصومال دولة هشة، دولة ما فيهاش سيطرة بشكل كبير، فلهذا السبب هي تم إيجاد معسكرات هناك للتدريب طبعا بتمويل من دولة قطر. وكان هو اتفق مع البشير على جزيرة سواكن، ان هو برضو جزيرة سواكن دي كان هو مخطط، هو مخطط ليه ان دي تبقى مركز لإعادة انتشار تنظيم داعش في المنطقة، وتهديد الأكبر الأول والأخير بالنسبة لي هي أنه يهدد بها الأمن والاستقرار في مصر في الوقت لكن هو إيه يعني ما الذي سيفعله إردوغان بهذه العناصر بعد أن يتم إطلاقهم؟ يعني كيف سيوظفهم في خدمة الأجندة أردوغان والأجندة التوسعية الخاصة؟ هو في جزء منهم أعتقد أنه هو هيخليه متواجد مرة أخرى في الأراضي السورية وفي منطقة الأكراد الشمال الشرقي بالتحديد، أن هم يدخلوا في حرب بالوكالة مع الأكراد المتواجدين هناك، وخاصة أن في دلوقتي زي ما نقول أن في طار بينهم وبين الأكراد، لأن الأكراد قدروا أن هم يتعاونوا مع الجيش الديمقراطي، جيش سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية للقضاء على تنظيم داعش في الشمال الشرقي. فوجودهم على الأرض في الوقت ده أعتقد أن هو ينفذوا عمليات ضد الأكراد اللي موجودين. في جزء تاني هو هياخده وهيعيد تأهيله، ينقله إلى تركيا، ومن تركيا يبتدي ينقله بقى زي ما قلت لحضرتك إما للصومال أو التواجد في ليبيا. خلي بال حضرتك إن تنظيم داعش بدأ يتمدد بشكل كبير في الوقت في الفترة الأخيرة في العديد من الدول،
وخاصة في بعض في الوقت اللي فيه كان بيقابل هزائم في داخل سوريا. يعني حضرتك تقصد انه في عملية هروب تكتيكي تم عملها، انه هذه العناصر الموجودة في سوريا يتم نقلها الى دول اخرى. طب خليني يعني نستكمل في هذه النقطة، لكن اسمح لي عشان كمان الناس تكون على بينة وتشوف بعينيها ما الذي تفعله القوات التركية والقوات الموالية لها السورية للأسف في الشمال شرق سوريا في خلال العشر أيام الأخيرين اللي حصلت فيهم الضربات. هنتابع مع حضراتكم لقطات مصورة بتظهر هروب بعض عناصر داعش من داخل أحد السجون الموجودة في منطقة القامشلي. الهروب ده تم بعد ما دخلت القوات للشمال السوري طبعا لكي يتم قصف واستهداف هذه السجون. خلينا نتابع مع بعض. حضراتكم شاهدتوا في الفيديو اللي حصل انه القصف بدأ يستهدف البناء الخارجي، فبدأ يبقى فيه شقوق وحالة هرج ومرج. بدأوا المساجين ان هم يخرجوا من العنابر بتاعتهم بيحاولوا ان هم يهربوا اكبر قدر ممكن من العناصر الداعشية. ايه خطورة ده؟ يعني احنا بنتكلم عن واقع، احنا بنتكلم عن سفاحين على اعلى درجات التدريب والمهارة القتالية، ولديهم كمان الوازع، يعني لديهم المرجعية للأسف اللي يعني يتوهمون ان هي المرجعية الدينية. ده عنده الفتاوى اللي بتدفعه للقتل، ده عنده التمويل، ده عنده التدريب، ده عنده المهارة. ايه خطورة ده؟ لا هو ما عندوش الفتاوى، هو دول مجرمين زي ما حضرتك قلتي، مجرمين قتلة سفاحين، فهم ما عندهمش مرجعية دينية. هم مرجعيتهم الأول والأخير هي الأموال اللي بياخدوها من أجل تنفيذ عمليات إرهابية بالوكالة على العديد من الأراضي، زي ما احنا بنسمع أو كنا بنسمع لفترات من اللي بيسافر بياخد 5000 دولار أو 6000 دولار شهريا وبيتم إرسال معونات لأهله. هي مسألة مادية فقط لا غير في الوقت الحالي، وهم مجموعة من القتلة أو المرتزقة. طبعا وجودهم على الأرض في الوقت الحالي هو خطورة شديدة جدا طبعا بالنسبة لسوريا. أعتقد أن في الوقت الحالي أو بعد هروبهم وإعادة تأهلهم مرة أخرى وعودتهم مرة أخرى، أعتقد أنها هتنفذ عمليات إجرامية بشكل كبير جدا أكتر من السابق. في حالة نقلهم إلى بعض الدول زي مثلا ليبيا، زي العراق، برضو هيتم تنفيذ، وزي ما احنا عارفين في العراق في حرب بتاخدها الجيش العراقي مع التحالف الدولي هناك اللي هو بيسعى الى تدمير تنظيم داعش. لكن في الوقت الحالي احنا مش عارفين برضو كم الخسائر في تنظيم داعش قد ايه، او هل تم القضاء على تنظيم داعش. فاعتقد ان قوات العناصر اللي هربت دي، وزي ما حضرتك ذكرتي في الاول ان عددهم كبير اكتر من 13,000، فكل دول اعتقد ان هيبقوا دعم للمتواجدين في العراق. وفي نسبة طبعا هو بيهدد بيها او بيسعى الى التهديد بيها أوروبا. الى اوروبا والى الشمال الافريقي، وزي ما احنا عارفين وقلت لحضرتك ان في تنظيم داعش ابتدى يتغلغل داخل القارة الافريقية في دول الساحل والصحراء في الوقت الحالي. بجانب ليبيا، يعني من خلال ليبيا بينتشروا الى دول الساحل والصحراء لمحاولة تهديد الاستقرار والامن داخل القارة الافريقية. طبعا في بالنسبة لاوروبا ان هو بيهدد الدول الاوروبية اللي هي ما وقفتش معاه او عايزة تاخد اي موقف ضده، ان هو يعيد لهم تنظيم داعش الارهابي، او اللي بيحملوا الجنسية مثلا الفرنسية يروح على يعود مرة أخرى إلى دولته. وفي رفض تام من الدول الأوروبية، أعلنت إن هي لن تستقبل مواطنيها الموجودين أعضاء داعش
اطلاقا. يعني حتى واحده من ضمن يعني المفارقات انه اردوغان هو دائما ما بيحب ان هو يعني عفوا ترامب بيحب ان هو دائما يعني يعاند الدول الاوروبيه، فطلبهم ان هم يستعيدوا اعضائهم كانه يعني بيحملهم المسؤوليه، يعني بيقول لهم يعني فلتحملوا حمولتكم. يعني هو طبعا الموقف يعني اقوى موقف مع تنظيم داعش او اعضاء التنظيم اللي بيحملوا الجنسيه الروسيه، القوات الروسيه وروسيا دخل من اسباب دخولها ايضا المعركه القضاء على تنظيم داعش. ده كان من 3 سنين، القضاء على كل من يحمل الجنسيه الروسيه منضم الى تنظيم داعش الارهابي، كانوا حوالي 5500 شخص تم القضاء عليهم لان عودتهم للبلد خطر. خلاص خطر هو راح جدا. هو راح يحارب هناك في سوريا اولا واخيرا للقضاء على 5500 عنصر منضمين لداعش يحملوا الجنسية الروسية، وفعلا تم القضاء عليهم. أما بالنسبة للدول الأخرى لا طبعا، في نسبة كبيرة لسه موجودة، في نسبة كبيرة من شمال أفريقيا، دول المغرب العربي، في نسبة كبيرة من دول العديد من الدول الأفريقية، من كل الدول الأوروبية. هل هذه العناصر هيكون ليها الولاء الكامل لأردوغان؟ يعني هل ستطيعه الطاعة كاملة؟ لأن هو يعني بالإضافة طبعا لأن هو بيدربهم وبيوجههم وطبعا وبيعالجهم في مستشفياته وهكذا، لكن هو كمان لأطلق سراحهم. يعني هو طبعا الولاء ليه أولا وأخيرا، الولاء ليه أولا وأخيرا لأنه هو أصلا اللي مساهم في إنشاء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وفي العراق، هو اللي كان بيديهم الأموال وبيديهم السلاح بناء على أنه هم بيشتري منهم البترول. هو طبعا في النهاية هو اللي أطلق سراحهم، فولائهم أولا وأخيرا ليه، وهم عارفين ان الملاذ الامن ليهم هيكون مع اردوغان. يعني هؤلاء سفاحين زي ما حضرتك قلت، هم لديهم كل الدوافع للقتل، يعني هو مصمم لكي يقتل. ده لما يكون بيد آلة قتل متحركه، لما يكون بالاعداد دي، يعني حتى لو ما خرجش 12,000، لو خرج يعني 1,000، دول خطر كبير جدا على المنطقه. يعني ازاي الدول تقدر ان هي تحمي نفسها من هذا الخطر؟ وهل في صمت دولي متعمد للخطوة دي؟ يعني الفيديو اللي احنا عرضناه ده وغيره والتقارير الدولية، العيون الغربية والأوروبية دايما بترى كل شيء المفترض، يعني هم أكيد عندهم علم بما يحصل. بالزبط. هل في صمت متعمد؟ أنا شايف إن في صمت متعمد، وشايف إن هو بيحتمي أولا وأخيرا في حلف الناتو. حلف الناتو لأنه هو عضو من أهم الأعضاء المتواجدين في حلف الناتو اللي هي تركيا، لأنها تعتبر أقوى قوة، يعني أو عدد جنود وعدد معدات اللي موجودة هناك في ضمن الحلف هي تركيا، وفي قواعد عسكرية كتيرة موجودة في تركيا. فهو بيتحامى أولا وأخيرا في حلف الناتو والاتفاقيات الدفاع المشترك الموقعة بينه وبين الاتحاد بينه وبين الحلف. حتى في بعض الدول اللي هي دول الأوروبية اللي هي بتعارضه من خلال الاتحاد الأوروبي، لكن على الجانب الآخر هي تقف معاه لأنه عضو في حلف الناتو، والاتفاقية الدفاع المشترك يعني تحتم عليهم ذلك. فلهذا السبب أنا شايف إن هو في صمت، هو في تصريحات وفي إدانات وفي مثلا عقوبات اقتصادية، منع تصدير السلاح، لكن في النهاية يعلموا إن هو عضو من أعضاء حلف شمال الأطلنطي، اللي هو مش هيقدروا ياخدوا معاه أكتر من الإجراءات دي، فهو بيتحامى فيهم. فلهذا السبب هو بيتحرك بحرية، يعني أنا شايف أنه هو بيتحرك بحرية. قد يكون طبعا إهانات من ترامب حصلت له خلال الفترة الأخيرة، في شد وجذب في العلاقات، في خلافات، الولايات المتحدة الأمريكية هددته أنها تنقل بعض الأسلحة الرؤوس النووية المتواجدة على قاعدة تنجرليك اللي في تركيا. في دول أوروبية أعلنت وقف صادراتها من الأسلحة لتركيا، فرنسا وألمانيا. لكن في النهاية زي ما بقول لحضرتك، هو بيتحامى في حلف شمال عضويته في الناتو في الحلف، فلهذا السبب هو بينفذ اللي هو عايزه او بيسعى لتنفيذ اللي هو عايزه. وطبعا دراعه يعني زي ما تقولي حضرتك دراعه الارهابي او آلة القتل بتاعته اللي موجودة، اللي بيستغلها لتنفيذ مخططه، لتنفيذ إرهابه للمنطقة، لسعيه إن هو جنون العظمة العثمانية اللي هو فيها في الوقت الحالي، هو من خلال تنظيم داعش الإرهابي. ولهذا السبب كان من الأهداف الرئيسية، لأن أول حاجة حضرتك مع أول دخول القوات التركية إلى الشمال الشرقي السوري كان اقتحام السجون وتفجير العديد من الأسوار في السجون لهروب
تنظيم داعش الإرهابي. ليه؟ لأنه هو عايز يستغله ويستفيد منه فيما بعد زي ما قلت لحضرتك، إما في الداخل السوري أو في العراق أو إعادة انتشاره وتهديد الدول مرة أخرى. طبعا الأول والأخير ليه بالنسبة له أنه هو ينقل قوات داعش الإرهابي إلى ليبيا. بس هو أعلن أنه هو بيحارب داعش في شمال شرق سوريا. هو بيعلن كده، هو دايما يعلن يقول أنه هو ضد الإرهاب وأنه لكن هو معروف طبعا وتاريخه معروف ان هو الداعم الاول للارهاب. يكفي ان هو بيدعم تنظيم الاخوان الارهابي، يكفي ان هو بيأوي على ارضه القتلة المطلوبين للاعدام هنا في مصر، يكفي ان هو بيبث قنوات تدعو للقتل وتدعو للارهاب من الاراضي التركية. إذن هو دولة راعية للارهاب، دولة بينفق اموال دولته كلها لدعم الارهاب. فهو بيعلن غير اللي هو فيه، يعني بيعلن حاجة وهو في حاجة زي التقية كده. بس في ناس بتقول بالضبط، لكن في ناس يعني دايما يقال انه اتقي شر الوحش اللي ممكن تربيه لكن قد ينقلب عليك في وقت من الأوقات. هنا ايه مدى سيطرة أردوغان على هذه العناصر؟ يعني هذه العناصر إرهابية ليس لها مبدأ، ليس لديهم عقيدة، ليس لديهم شرف. فالثلاث حاجات دول لما يعني ينعدموا من احد الاشخاص خلاص، هو ممكن يقدم على اي شيء، هو ممكن زي ما نقول بالبلدي يعض الايد اللي اتمدت له. فمش ممكن تنقلب السحر على الساحر، ينقلب السحر على الساحر، ينقلب تنقلب هذه العناصر على اردوغان وتكون مصدر تهديد لبلده نفسها، يعملوا عمليات ارهابيه يقتلوا الشعب التركي. هو حضرتك من 2013 لغايه دلوقتي هل في عمليه ارهابيه نفذها تنظيم داعش داخل الاراضي التركيه؟ ده منظم يعني نفذ عمليات ارهابيه في اوروبا، في فرنسا، في بلجيكا، في اكتر من دوله. هل تم تنفيذ اي عمليه ارهابيه في تركيا؟ ما فيش اي عمليه ارهابيه. هل تنظيم داعش الارهابي اللي هو على الحدود بينه وبين تركيا ما حاولش ان هو يخترق الحدود وينفذ عمليه؟ لا ما حاولش. ليه؟ لان هو الداعم الاول والاخير ليه. اعتقد في الوقت الحالي وبعد الخدمات الجليله اللي قدمها لهم اردوغان وخاصه هروبهم من السجون واعاده تاهيلهم مره اخرى، اعتقد ان هم في الوقت الحالي مش هينقلبوا عليه. هو سلاح هو في ايده، هو بينفذ بيه اللي هو عايزه، حرب بالوكاله، بينفذ حربه بالوكاله على الاراضي السوريه، على الاراضي العراقيه، على ارض ليبيا، في دول الافريقيه. كل ده هو بينفذه رجب طيب أردوغان من خلال تنظيم داعش الإرهابي اللي هو بيأواه، وهو اللي أواه أخيرا، وهو اللي أنقذه وفتح السجون وطلعه، وهو اللي يسعى إلى إعادة انتشاره مرة أخرى زي ما قلت لحضرتك إن هو بيسعى أولا وأخيرا إن هم يوصلهم إلى الأراضي الليبية في الوقت الحالي. طب إلى يعني إلى متى هتفضل آلة القتل دي مستمرة؟ يعني إحنا مثلا في العراق لما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والعراق دخل في حرب على الإرهاب وبدأت في كل المحافظات العراقية انتهاء بالموصل اللي هي كانت أول محافظة دخلها داعش في 2013، وفي التوقيت ده أواخر 2012 أوائل 2013 أعتقد، وكان معقل الرئيسي بتاعهم، حصلت العملية وتم اقتلاع داعش من العراق، إلا من بعض الجيوب مازال بيتم محاصرتها إلى حد الآن. لحد إمتى هتفضل آلة القتل دي موجودة؟ يعني مصير العناصر المتبقية بعد ما هيقوموا بمهمتهم والمطلوب منهم هيحصل معاهم إيه؟ هو المشكلة إن هم بيخشوا في الدول اللي هي فيها ما بقاش فيها جيوش أو جيوشها أصبحت ضعيفة. يعني مهما وصل الجيش العراقي من قوة مش هيبقى في قوة الجيش العراقي اللي قبل وجود صدام حسين. وكان الهدف الأول والأخير من احتلال العراق هو حل الجيش العراقي في السابقة لم تحدث في التاريخ بقرار بول بريمر اللي هو أول حاكم أمريكي لدولة العراق، حل الجيش العراقي. إعادة بقى بناء جيش تاني بياخد ده سنين طويلة، بعقيدة مختلفة، بتسليح مختلف، بتدريب مختلف. احنا شفنا حتى في الأول كان الجيش العراقي ما كانش قادر ان هو يخش يحرر بعض الأراضي إلا بعد تواجد قوات أمريكية، كان في إسناد طبعا، قوات أمريكية، قوات دولية، التحالف الدولي دخل حارب التنظيم داعش.
تنظيم داعش برضو الإرهابي كان متواجد في سوريا بعد محاولة إنهاك الجيش السوري بشكل كبير جدا، مدخل في صراع مسلح مع تنظيمات إرهابية عديدة جدا على الأراضي السورية، واستطاع أن هو تنظيم داعش أن ينتقل إلى بعض الأراضي السورية. يعني حضرتك بتقول أن مدة صلاحيتهم قد تطول طالما وجدوا البيئة الحاضنة الهشة بالزبط. إن هي يقدروا فيها أن هم يتواجدوا ويجددوا من يعني ينعشوا نفسهم ومهاراتهم ويتواجدوا وينتشروا ويزيدوا بالزبط. زي البلاد الأوضاع فيها غير مستقرة بالزبط. في بعض الدول العربية طبعا يعني بالتأكيد بنتمنى أن كل الدول العربية تكون دائما يعني مستقرة وآمنة وقادرة على حماية حدودها وحماية أمنها. أنا الحقيقة بشكرك جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا لوجودك معنا يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل متواصلين مع حضراتكم في هذه المتابعة للعدوان التركي على سوريا وأيضا يعني جوانب أخرى لها علاقة بهذا العدوان وتأثيره على الجانب الاقتصادي، وهل اقتصاد تركيا يحتمل الدخول في كل هذه الحروب واستنزاف الموارد التركية لخدمة أغراض توسعية بعد الفاصل؟